والله لن تطيب هذه الدنيا، ولن تطيب حياتك، ولن يطيب قلبك إلا بالقرب منه سبحانه وتعالى، الذي قال في كتابه الكريم: ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. طبيعة الإنسان والبشر إذا خاف من شيء يهرب منه، إلا الله. إذا خفت منه تهرب إليه سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله. فالمسكين والخاسر من مات تعرف على كل شيء، ما في شيء إلا يعرفه، لكن ما تعرف على الواحد الأحد سبحانه وتعالى. كلمة عجيبة لأحد السلف، يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها، يعني طلعوا من الدنيا ماتوا، ولم يذوقوا الطيب ما فيها. سألوا: وما أطيب في الدنيا؟ قال: محبة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. وكلمة لابن تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فجنة الدنيا هي معرفة الله وحب الله سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه. فالرسول هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم في آخر اللحظات ممن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. أخي المدخن، الله يرحم والديك واللي جابوك، رمضان الآن قرب، استبدل السيجارة الدخان المعسلات والشيشة والتمباك وغيرها المسواك، فالسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب سبحانه وتعالى، بريالين ترضي ربك سبحانه وتعالى.